اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من سلسلة الصحة النفسية، ومش عارف اطلع بوش الصراحة يعني من كتر الحزن اللي انا فيه وشايفه، ومش عارف البلد وصلت لايه. كل يوم بنشوف جرائم جديدة. النهاردة هنتكلم عن الجريمة اللي هزت الرأي العام وفي مصر، وليس الرأي العام بس والعالم العربي وفي كل مكان. احنا شايفين اليومين دول سلسلة من الجرائم القتل، وانبارح شفنا راجل شاب يعني ما بلغش، يقول لك عنده 35 سنة ولا 25 سنة. مهم الراجل ده، الولد الشاب ده اسمه دبور، طبعا تجول في شارع الإسماعيلية مع سطور، وقابل شخص يدعى محمد عنده 53 سنة، وقام بفصل راسه من شارع طنطا في إسماعيلية، وقام بفصل راسه وذبحه بالسطور قدام الناس، والناس طبعا ما فيش حد عاوز يتدخل، كله بيصور بالفيديوهات والموبايلات ما شاء الله، وما فيش اي كلام. النهارده هنتكلم عن تحليل نفسي لهذا الشخص اللي هو طبعا مشي في الشارع وقال يا جماعه انا الراجل ده اللي هو اللي قتله ده، ده اغتصب مراتي واغتصب اختي وضرب امي، يعني كل الكلام ده. في النهايه ان النيابه لقت ان هذا الشخص عباره عن مختل نفسيا، وكان بيتعالج من الادمان في مصحة من الادمان وخرج. طبعا الادمان اليومين دول اللي احنا بنشوفه مش ادمان الحاجات اللي احنا كنا بتعرف عليها زمان، البانجو والحشيش والهيروين والافيون، لا 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 لا، كل الكلام ده ما بيأثرش في ما بيأثرش التأثير غير بتأثير وقتي. دلوقتي داخلين على حاجة خطيرة جدا 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 يا جماعة، وهو الإدمان، إدمان الحبوب المهلوسة اللي هي بتخليك في عالم تاني. انت شفتوا فيلم الفيل الأزرق لكريم عبد العزيز لما كان بياخد الحباية وبعدين بيرجع ينام ويرجع تاني لعالم اللي هو الخارجي، ويبدأ يتخيل له حاجات ماشي، او يبدا ان هو يطلع في حاجات تانيه ويتهيله. هو نفس القصه، هي دي الحبوب المهلوسه اللي بتبدا انك تاخدها وتهيئ لك ان انت عايش في عالم تاني ومع ملكوت تاني وفي حياه تانيه اخرى، لدرجه ان هو نزل، يعني هذا الشخص المختل نزل خد الحبوب او تعاطى الحبوب ونزل تخيل له، وقال لك بس ده في حد بيخني، ده الراجل ده قتل خني مع خن، يعني اغتصب والدتي واغتصب امي واغتصب اختي واغتصب زوجتي. كل الكلام ده طبعا من اثر الحبوب دي، الحبوب المهلوسه دي حاجه دلوقتي اصبحت انتشرت وسط الشباب. يعني كان في حاجه اسمها زمان كنا نسمع عن لزقه المخدرات او الكلام دوت، لا ده الحبوب دي انتشرت في جميع الدول العربيه، الجزائر، المغرب، السعوديه، لبنان، الكويت. طبعا الحاجات دي بقت فظيعه، شريط دواء عادي، انت بتاخد شريط دواء عادي ما حدش يعرف ده ايه، يعني سيجاره حشيش ولا سيجاره بانج ولا الكلام ده ولا هيروين ولا بودره، لا ده حبايه بتاخدها خلاص. فطبعا انا كنت في احد المصحات النفسيه، يعني عملنا بحث في بحوث في المصحات النفسيه، وشفت مدمنين كتير قوي يا جماعه والله مربوطين بسلاسل حديد جايين عن طريق قوات الامن ورابطينهم بسلسله من الحديد، سلاسل حديد. ليه؟ هم خطر جدا، المخدرات وصلت ان هم خلاص هلوسوا دماغهم. فالسفاح الاسماعيليه ده، او هو سفاح بنسميه سفاح لانه سفاح، لانه قطع راسه وجري بيها قدام الناس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وطبعا الناس مش عاوزه، طبعا الناس خايفه منه ومرعوبه، حتى اللي جه قرب او حاول يمسكه يعني ضربه بالسطور. وطبعا الراجل اللي اعترف اللي هو المجني عليه ده اعترف، قال لك ان هو قتلته عشان باخد الصار، انا باخد الطاري لشرف بسبب انه كان باغتصب امه واغتصب اخته واغتصب مراته. طبعا الجريمه دي كانت بشعه جدا 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 وهزت الراي العام. طبعا احنا كنا قبلها يعني شفنا شويه جرائم كده غريبه برضو يعني ما لهاش حل، اللي هي اسمه ده البنت في كانت في البحيره او حاجه زي كده، تقتل صاحبتها عشان خاطر الناس ان خطيبها بدا يبص لصاحبتها فتبدا انها تغتصب صاحبتها وهتكت عرضها وقتلتها في الحمام المدرسه. في الجامعه عند اسكندريه واحد اتخانقوا مع بعض فجبري وجاب شويه بلطجيه وراح ذبحه. ايه اللي بيحصل في المجتمع المصري ده؟ كل ده سلوكيات طبعا دي مش حاجات طبيعيه، لا ده مش ولا حاجات بلطجه ولا الكلام ده، كلها عباره عن ادمان. الادمان بجد الادمان بقى اصبح في البلاد والبنات وكله. والانتقام،
الانتقام بقت غريزه، ان خلاص لازم انتقم، مش الحكومه مش هتجيب لي حقي ولا ده هيجيب لي حقي، لازم انا هذبحه واخد حقي واطلع قدام الناس انا بقيت البطل او بقيت الراجل اللي هو الهيرو. طبعا النيابه طبعا يعني النيابه لما جت عملت تحريات عن الراجل اللي هو توفى محمد ده الله يرحمه 53 سنه، لقوا ان هو راجل عامل غلبان على قده، وكان بيشتغل في مجال سمكره السيارات، والدنيا ريحت معاه، فبدا ان هو يلم خرده ويبدا مراوح اجهزه كهربائيه ويصلحها ويعيد تاني بيعها باسعار منخفضه، وان هو ملوش اي علاقه بهذا المجني عليه السفاح اللي هو اسمه دبور، وان هو طبعا كان ضحيه ان هذا الشخص ضحيه الشخص اللي بيتعاطى مخدرات. وزي ما احنا شفنا وتابعنا الاحداث، طبعا انا مش عايز انزل لكم فيديوهات ولا صور ولا حاجه لان بشاعه المنظر، بجد بشاعه المنظر، انا اسف جدا ليكم، يعني بشاعه بشاعه من الصور اللي بنشوفها كل يوم. طبعا الاهالي طبعا في طنطا طبعا مسكوا المتهم وسحلوه، وبعد ما هم حاولوا بقى خلاص بقى ان هو ايه مش قادرين بقى عليه بقى، فطبعا في ناس حاولوا جابوه، وطبعا الاحداث طبعا يعني مؤسفه جدا، وشفت الصور، وطبعا ابونا انا ان هو اغتصب امي واغتصب اختي وانا باخد بطاري، طبعا طار ايه اللي بتاخد بيه المخدرات توصلك لاكتر من كده. انا بالفيديو ده بقول للجماعه خلي بالكم من ولادكم، خلي بالكم من ولادكم، خلي بالكم من اخواتكم، خلي بالكم من بناتكم. دلوقتي الحبوب دي بقت اصبحت منتشره، عباره عن شريط دواء بيتاخد حبايه منه توصل 50 جنيه و100 جنيه. طبعا هم لما سالوا الجاني انت قتلته ليه؟ قال لك عشان باخد بطار. طبعا قال لك ان شقيقه بيكذب الاقوال دي. قال لك ان القتيل ده كان بيشتغل مع اخو القاتل او اخو المقتول قصدي، بيشتغل معاه في محل موبيليا، وهو قاعد معاه كان شغال محل موبيليا وطلب منه فلوس، وانه عاوز فلوس باي طريقه. طبعا احنا عارفين ان الادمان صعب، وعنده شويه موبيليا مستعمله عاوز يبيعهم، وطبعا هو قال لك ما اعرفش ابيعهم منين، فطبعا هو اتجن عليه او حاجه زي كده، وحصلت مشاده بينهم في طبعا، فحب التاني ينتقم من فانتام عن طريق ايه، ينتقم من عاوز ينتقم من اخو القاتل، فراح قتل اخوه عشان ينتقم منه، وطبعا حاجه فظيعه يعني. طب احنا بص بنرجع بقى، يعني الكلام ده كله بنرجع لحاجه معينه زي ما قلت لكم كده يا جماعه، السلوكيات في مصر اصبحت متغيره، ما حدش بيعرف يتفاهم مع حد تاني، وصلنا لدرجه الادمان اصبح عن طريق قلنا الاقراص وليس الحاجات التقليديه القديمه، بالعكس الحاجات التقليديه القديمه ما بتعملش كده خالص، اللي احنا بنشوفها حبوب الهلوسه والاستروكس والحاجات اللي هي بنسمع عنها دي اشد شديده، طبعا دي بتخليك في عالم تاني. في مرضى نفسيين عندهم الهلوسه دي بتبقى طبيعيه، فبيبدا يتهيأ له حاجات، وان مثلا يقول لك صرصار مشى على الحيطه، شوف النمله بتقوم في البحر، مراتي بتخوني مع واحد وانا عارف بتخونيني مع مين، ده طبيعي، ده كده مرض. لكن الحبوب دي بتخليك بتعمل على نفس هذا المرض الهلوسة، فاحنا بنقول ربنا يسترها علينا، وبجد حاجة بشعة. وما تعرفش اليومين دول بنسمع احداث غريبة، اللي قتل صاحبه واللي قتل صاحبتها واللي قتل زميله في الكلية واللي قتل زميله في الشغل واللي ماشي في الشارع يقتل الناس، مش عارف اصبحنا وصلنا لايه. مش بتهم حد، بس احنا محتاجين من وزاره الاعلام وزاره الداخليه وكل الهيئات ان احنا نبدا نشوف الموضوع ده بجد، ونبدا ايه يعني نشوف، محتاجين توعيه، كل الهيئات الحكوميه محتاجين توعيه بجد، لان كده الموضوع بقى متفاقم قوي، بقى اصبحت البلطجه والقتل بقى منتشرين في كل حته، وبقت كل حاجه خلاص كل واحد بيحلل القتل، محتاجين الازهر، محتاجين الداخليه، الاعلام، كل الجهات تبدا توعي الناس بالحاجات دي، ونبدا نشوف المخدرات دي ايه والحبوب دي فين مصدرها، ونبدا نحاربها، مش نسمح بدخولها البلد وتنتشر اكتر من كده. يا رب احفظنا واحفظ مصر واحفظ شعبها واحفظ اهلها يا رب. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسف على اني طولت عليكم.